يتجدد اللقاء بكم في برنامجنا الرمضاني في رحاب البيان. يقول: وأبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم. إذن هنا عندما نقرأ ينبغي أن نتدبر. نقول: لو قال المولى تعالى فدافعوا عن أنفسكم، سوف يتصور المعتدي أن أنت دائما في حالة دفاع عن النفس وسوف يطمع فيك، لكن إذا سمع فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، لربما يفكر قبل أن يذهب إلى الاعتداء إلى التفكير أكثر من مرة. سيأتيه الرد، سوف يأتيه الرد، ولربما سوف يكون الرد قويا. من عادة الملوك في الدنيا إذا قمعوا المتمردين وقمعوا الفتن، الآن سوف أستريح على عرشي وأجلس على مكاني. فالمولى تعالى أراد أن يخبرنا بهذه القضية على وفق يعني ما نفهم، على المعنى القريب، على من أنتم في حياتكم من عادات ملوككم إذا أرادوا أن يستتب لهم الأمر بعد. فالرحمن على العرش استوى، إذن هنا استوى بمعنى ملك كل شيء.